دراسات نجيب محفوظ الفلسفية، 22 دراسة، 1 اللغة، المجلة الجديدة، أغسطس 1945، 14 صفحة، 2 نظريات العقل، المجلة الجديدة، يوليو 1935، 13 صفحة، 3 الشعور، المجلة الجديدة، يونيو 1935، 13 صفحة، 4 الحياة الحيوانية والسيكولوجية، المجلة الجديدة، إبريل 1935، 13 صفحة، 5 السيكولوجية واتجاهاتها طرقها القديمة والحديثة، المجلة الجديدة، مارس 1935، 14 صفحة، 6 في السيكولوجية واتجاهاتها الشخصية، المجلة الجديدة، ديسمبر 1934، 9 صفحات، 7 الضحك عند بريكسون، 3 مجلة الجهاد، يناير 1934، 6 صفحات، 8 الضحك عند بريكسون، 2 مجلة الجهاد، نوفمبر 1933، 5 صفحات، 9 الضحك عند بريكسون، 1 مجلة الجهاد، نوفمبر 1933، 5 صفحات، 10 فلسفة بريكسون، المجلة الجديدة، 1934، 5 صفحات، 11 البراجماتيزم أو الفلسفة العملية، المجلة الجديدة، سبتمبر 1934، 6 صفحات، 12 فكرة النقد عند كانت، السياسة الأسبوعية، إبريل 1934، 6 صفحات، 13 فكرة الله في الفلسفة، المجلة الجديدة، مارس 1936، 7 صفحات، 14 الله، المجلة الجديدة، يناير 1936، 9 صفحات، 15 فلسفة الحب، المجلة الجديدة، 8 صفحات، 16 ماذا تعني الفلسفة، المجلة الجديدة، 1935، 8 صفحات، 17 الفلسفة عند الفلاسفة، المجلة الجديدة، 1935، 8 صفحات، 18 فلسفة سقراط، 1931، المعرفة، 4 صفحات، 19 تطور الفلسفة إلى ما قبل عهد سقراط، المعرفة، أكتوبر 1931، 5 صفحات، 20 المجتمع والرقي البشري، 8 صفحات، المجلة الجديدة، نوفمبر 1934، 21 المرأة والوظائف العامة، صفحتان في السياسة الأسبوعية، أكتوبر 1930، 22 احتضار معتقدات وتوالد معتقدات، 5 صفحات، المجلة الجديدة، 1930. ترجمات 1 مصر القديمة 1932 ترجمة لكتاب Ancient Egypt للمؤلف الإنجليزي جيمس بيكي 2 همس الجنون 1938 مجموعة قصصية وبه قصة الشريدة التي تحولت لفيلم عام 1980 3 عبث الأقدار 1939 وقد تحولت إلى مسلسل الأقدار عام 2000 4 رادوبيس 1943 5 كفاح طيبة 1944 6 القاهرة الجديدة 1945 تحولت لفيلم القاهرة 30 عام 1966 7 خان الخليلي 1946 تحولت لفيلم خان الخليلي عام 1966 8 زقاق المدق 1947 تحول لفيلم زقاق المدق عام 1963 9 السراب 1948 تحول لفيلم السراب عام 1970 10 بداية ونهاية 1949 تحول لفيلم بداية ونهاية عام 1960 11 بين القصرين 1956 تحول لفيلم بين القصرين 1964 ولمسلسل عام 1987 12 قصر الشوق 1957 تحول لفيلم قصر الشوك 1967 ولمسلسل عام قصر الشوك 1988 13 السكرية 1957 تحول لفيلم السكرية 1973 14 اللص والكلاب 1961 فيلم اللص والكلاب عام 1962 فيلم آخر اللص والكلاب عام 1975 فيلم آخر اللص والكلاب عام 1998 15 السمان والخريف 1962 فيلم السمان والخريف عام 1966 16 دنيا الله
عام 1962، مجموعة قصصية تحولت قصة منها لفيلم دنيا الله عام 1985. 17 الطريق 1964، فيلم الطريق 1964، فيلم وصمة عار 1986. 18 الشحاذ 1965، فيلم الشحاذ 1973. وعندما رأى نجيب محفوظ تمثاله في ميدان جامعة الدول العربية ميدان سفنكس، قال: يبدو أن النحات لم يقرأ من رواياتي غير رواية الشحاذ. 19 بيت سيء السمعة 1965، مجموعة قصصية. 20 ثرثرة فوق النيل 1966، تحول لفيلم ثرثرة فوق النيل عام 1971. 21 ميرامار 1967، تحول لفيلم ميرامار عام 1969. 22 أولاد حارتنا 1968. 23 خمارة القط الأسود 1969، مجموعة قصصية، تحولت قصة الخادمة لفيلم زيارة عام 1984. 24 تحت المظلة 1969، مجموعة قصصية. 25 حكايات بلا بداية وبلا نهاية 1971، مجموعة قصصية. 26 شهر العسل 1971، مجموعة قصصية. 28 المرايا 1972، تحولت لفيلم أميرة حبي أنا 1974. 29 الحب تحت المطر 1973، تحولت لفيلم الحب تحت المطر عام 1975. 30 الجريمة 1973، مجموعة قصصية. 31 الكرنك 1974، تحول لفيلم الكرنك عام 1975. 32 حكايات حارتنا 1975. 33 قلب الليل 1975، تحول لفيلم قلب الليل عام 1989. 34 حضرة المحترم 1975، تحول لمسلسل حضرة المحترم 1999. 35 ملحمة الحرافيش 1977، تحول للسيرة العاشورية 2001. 36 الحب فوق هضبة الحرم 1979، مجموعة قصصية، تحول لأهل القمة 1981، والحب فوق هضبة الهرم 1986. 37 الشيطان يعز 1979، مجموعة قصصية، الشيطان يعز 1981. 80 أيوب 1984. 38 عصر الحب 1980، تحول لعصر الحب 1986. 39 أفراح القبة 1981، تحول لأفراح القبة 2016. 40 ليالي ألف ليلة 1982. 41 رأيت في ما يرى النائم 1982، مجموعة قصصية، أهل الهوى ووكالة البلح 1982. 42 الباقي من الزمن ساعة 1982، الباقي من الزمن ساعة 1982. 43 إمام العرش 1983. 44 رحلة ابن فطومة 1983. 45 التنظيم السري 1984، مجموعة قصصية. 46 العائش في الحقيقة 1985. 47 يوم قتل الزعيم 1985. 48 حديث الصباح والمساء 1987، حديث الصباح والمساء مسلسل 2001. 49 صباح الورد 1987، مجموعة قصصية. 50 قشطمر 1988، قشطمر 1944. 51 الفجر الكاذب 1988، مجموعة قصصية. 62 أصداء السيرة الذاتية 1995، مجموعة قصصية. 53 القرار الأخير 1996، مجموعة قصصية. 54 صدى النسيان 1999، مجموعة قصصية. 55 فتوة العطوف 2001، مجموعة قصصية. 56 أحلام فترة النقاهة 2004، مجموعة قصصية. 57 المسرحيات 2006.
58 الأحلام الأخيرة 2015 كتابة السيناريو فيلم المنتقم 1947 المخرج صلاح أبو سيف كتير فيلم مغامرات عنتر وعبلة 1948 3 ليك يوم يا ظالم 1951 4 ريا وسكينة 1953 5 الوحش 1954 6 فتوات الحسينية 7 جعلوني مجرما 8 ضرب المهابيل 1955 9 شباب امرأة 10 النمرود عشرة النمرود 1956 11 الطريق المسدود 1957 12 الفتوة 13 ساحر النساء 1958 14 الهاربة 15 مجرم في أجازة 16 جميلة 17 أنا حرة 1959 18 إحنا التلامذة 19 بين السماء والأرض 1960